السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا اليوم في مدينة بريدة القصيم المملكة العربية السعودية ملتقى الرفق بالحيوان. مهرجان ما شاء الله مرتب ومنظم، جميع الجهود مبذولة فيه. هذا أخونا أبو علي الدغيري رئيس اللجنة السعودية سباق الحمام الزاجل ومن الأبطال المعروفين المخضرمين. حياك الله أبو علي. حياك سلمك يا أبو عبد الرحمن. الله يحييك. شرفتنا. الله يشرف مقدارك الزاخير. هذا المدخل ما شاء الله، طبعا بكرة بيبتدي إن شاء الله، لكن شيء تنظيم وترتيب ما شاء الله يشكر حقيقة على هذه الجهود المبذولة حسية. طبعا وزارة البيئة والزراعة وجميع من شارك في هذا المهرجان الطيب، وكلهم ما شاء الله يد واحدة لإنجاح هذا الملتقى المبارك بإذن الله تعالى. طبعا هذا اللي خصنا حنا بالنسبة لنا اللي هو جناح الحمام الزاجل أو اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل، لنشرح لهم نبين لهم مدى اهتمام الهواة في المملكة العربية السعودية في الخليج العربي في الحمام الزاجل والرفق في الحمام من ناحية العلاجات واللفت المناسب، المناخ المناسب، الراحة المناسبة. والله يا أخوان يعني شهادة لله، أنا طبعا كوني هاوي قديم وحكم يعني شهادتي يمكن تكون مجروحة شوي، لكن حقيقة أن بعض الهواة يقصر على العيال ولا يقصر على هذا الحمام من باب يعني أنه يرفق فيه ويعطيه الحنان والأمان في هذا اللفت. طبعا الحمام ما يأمن ولا يرتاح إذا ما كان مرتاح نفسيا في اللفت، يمكن بعض الناس ما يعرفون هذا الشيء، ولكن هذا الشيء الملموس أن أغلب الهواة والناس أصحاب الحمام الزاجل والهواة حتى في الغرب يعرفون معنى الكلام هذا. الزاجل إذا ما ارتاح في مكان لا يمكن يجلس، مو بزي الحمام الهام اللي في الشوارع والمدارس تشوفون هذا، لا حمام الزاجل غير، يعني يجيك أحيانا يمكن يكون تعبان بيموت لكن يجي محله. ليه؟ من الإخلاص والإحسان اللي يشوفه من صاحبه وصاحب اللفت اللي هو الهاوي في هذه الهواية. طبعا الشرح يطول، هذا باختصار، وإن شاء الله في كلمات وفي مقاطع أخرى بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا. حياك الله أبو علي. حياك سلام. يا مرحبا يا مرحبا. طبعا هذا الجناح الخاص باللجنة السعودية الحمام الزاجل، المهرجان المقام في مدينة بريدة للرفق بالحيوان. جهودات أو جهود مبذولة من الأخ والرئيس الحبيب عبد الله دغيري أبو علي رئيس اللجنة، حقيقة جهود مبذولة وجبارة ومتعوب عليها. وهذا اللفت المجسم لفت حقيقة نموذجي، هذه الساعة كنت تقول عندكم رفق، هذه تركز جهودكم في الحمام الزاجل. أنا أقول ما شاء الله عليكم، مو بس عندكم رفق، عندكم إبداع وتميز وخدمة ما شاء الله. أي والله، يعني يعني ما شاء الله اللجنة السعودية لسباق الحمام الزاجل، أنا حضرت معكم كذا ما شاء الله مناسبة، لقيتكم إبدعتوا، أبشركم بشرى إنكم ما شاء الله حتى أضفتوا إضافة جميلة. أنا ودي بشعور الناس اللي يشوفونكم حواليهم بإذن الله تعالى وجود القامات. إيه والله، إيه لا وانتم محظوظين ان نسب شويعر من هواة القدامة من مؤسسين الهواية ومن المبدعين فيها. ان شاء الله علي تكلم عن الرفق الزاجل يعني باختصار. طبعا اذا تبحث عن الرفق فالرفق عند اصحاب الزاجل. يا الله. نعم، لعدة اسباب. اول شيء المسكن المناسب، مسكن مميز. الامر مرة. نعم. يبدأ من المسكن. نعم. المسكن. من المسكن. أوه. المسكن المناسب وليس أي مسكن. حلو. يجب أن يكون مسكن مناسب. حلو. بنشرح عليه بس عاد لجاز. نعم. حلو. الأمر الثاني الاهتمام بالعلاجات والصحة. يا سلام. وأيضا الراحة النفسية. حلو. زاجة إذا ما ارتاح ما يقعد في محله. صح. هذه ميزة عنده. الأمر الثالث قضية التكاثر والتزاوج، هذه من رحمة فيه. إيه صحيح. شايف والزاجل ما يرجع عند أي واحد. إذا ما في رفق وما في محبة للمكان حقه ما يجيك. أحسنت.
وازيدك بعد شيء ثاني، اصحاب الزاجل يقصرون على انفسهم ولا يقصرون عليهم. يا سيدي من اعظم الرفق بالزاجل. يا هلا. وانا اقول لك الزاجل ما شاء الله قرب الحواري بعضها البعض، قرب الاصدقاء، قرب المدن، قرب الناس. فرح الدكتور المهندس ومن المدرس ومن المسؤول. انا كان عندنا حمام زاجل نمشى كذا عند اخوي، كل الحارة حبونا بسبتها. فاقول لك في معانا والله مجد افضل شرائح المجتمع. الله يوفقك.